فان اللي نضحك عليه. مد رهيبة، شوفوا آخر مرة وريكم. أوكي. طبعا من بهذا هذا كله عشان أقوم أفطر، لأنه خلاص لازم أحرر الفندق آخر يوم. الله يكرمك، نقرأ بس. صباح الخير من النيل. شوفوا النيل كيف رهيب ما شاء الله، في ناس يسبحوا ما يبان. الزبدال، أجواء رهيبة رهيبة غير طبيعية. من أمس الليل جو هوا هوا وبرد، يعني مو برد برد، يعني يصير على برد كذا لطيف. بموت، ليش الأجواء كذا صارت حلوة بعد ما يكون آخر يوم لنا في الفندق؟ يلا بروح أغسل وجهي وجهي، أنا الحين بجامة حاليا. يعني تخيل الغرفة كلها نايمة إلا أنا دوبي أصحى، قاعدين يضحك علي يقولوا ها لو صحيت الساعة 8 تعالي قابلينا. ما أدري إني صحيت الساعة 8 من جد. الزبدة هذا يعتبر إنجاز، بروح أغسل وجهي وجهي. طبعا ما معبت لي ملابسي، فراح ألبسهم وأجيكم. الحمد لله أنا عبت لي ملابسي، لأن أنا إنسانة صراحة ما أعرف أعتمد على نفسي، خصوصا لو قمت من النوم ما أبغى أسوي شيء، ما لي خلق. فبروح ألبسهم وأجي. كم مرة سجل لكم الحركة؟ خلاص مرة بروح ألبس وأجي. قلت راديو ودني. إيش رأيكم ألبس الورود؟ هس كيوت يا رب. والله يهم بس حلو، غصب البسة. أول شيء بسويه بحط واقع الشمس حق يسرين البلون. كيوت مرة، كيوت مرة. ليش؟ إيش دخل؟ من جايز، هذا ثالث يوم لي تقريبا في مصر، والصراحة مرة حلو مصر، يعني أنا أحب مصر صراحة. يعني بقول لكم رأيي من ثالث يوم، أحب أجواء مصر، أحب نفس شعب أهل مصر، يعني كلهم ما في أحد نفسية، كلهم يضحكوا كل حاجة. يعني ترى اللي في الجوال مرة غير عن اللي في الواقع. اليوم يوم الجمعة، وأحس تعرفوا إيش، أنا طول الأيام نايمة، وهذا دليل أنا أحب يوم الجمعة، إني صحيت من دحين من الصباح عشان أسوي طقوس يوم الجمعة. أزبد إنه جاني حس الميك اب في الصباح، بقفل منبهات وجهي إنه فل إزعاج. جيت نغيره بس كي بحط نقطة. ترى اليوم آخر يوم لنا في الفندق، وبنروح إيش؟ بنروح شقة خلاص. يعني اليوم خلاص جلسنا 3 أيام في فندق، واليوم الباقي حنكمله في شقة. يعني إن شاء الله من غير شرب صحة وعافية حنجلس 15 يوم. ايوه، فحس مرة يحمس مرة، لأنه حنروح أماكن كثير، في أماكن كثير مرة نفسي أصور لكم هي، خصوصا هنا في مصر. يعني أحس ما في كثير قاعدين يصوروها، فقلت خلاص يعني بصور لكم هي، منها أفيدكم ومنها فلوج محتوى. أنا أحب البلاشر مرة اللي هنا كذا، يعطيكم sunset guys. لقيتها عند ماما، بنات ماما عندها تخزين، يعني هذا ممكن يكون عادي قبل سنة بس هي دوبها تستخدمه. عشان كذا الصراحة الشيء اللي عجبني في ماما إنه ما يحتاج تجدد مكياج، هي إذا جددت أنا أجدد معاها. أيوة صح، تخيل، خليني أقول لكم سالفة البان اللي نضحك عليه. ها نعم، الإجراءات بس بابا يناديني، شكله بيصفقني. ليش صاحي هذا الوقت؟ يس يلا الإجراءات بس. ها مفاجأة صح؟ تخيلوا أنا كنت أحسب إنه هذا السعر مرة واو طبيعي جدا ومدري إيش. بعد ما نزلت الفيديو جاء كثير ناس مصريين إيش قالوا لي، ترى نضحك عليك يعني اللبان مو كذا. أنا اشتريت 4 حبات لبان هذا اللي زي كذا صغيرة بعشرين جنيه، بين قالوا لي هذه الحبة برا بجنيه، يعني أقدر أشتري 20 حبة بعشرين جنيه. وصراحة انصدمت، بعدين أنا فكرت فيها قلت طب يعني هذا البقال حقت الفندق، يعني أكيد حيكون غالي شوية. الزبدة جايز، إيش رأيكم أخلص تجهيز وأجيكم عشان ما أبغى أطور الفيديو، راح أكمل تجهيز عشان أنا نفسي أتكلم. شوف البلاشر كيف ما يندمر زي الناس.
انا اشوف السيتنج سبراي هذا صراحه مره رهيب حق كيون داي، فصراحه انصحكم فيه واشتروه وقت العرض. تخيل اشتريته وقت العرض مع ايش؟ ها السيتنج سبراي مع الفونديشن مع جلوس بكم؟ هذا كله ب 189. ابى اتصور مع النيل. الورده نسيت الورده، معلش دقيقه بس الاجراءات لن تنجو الورده مني طول السفره، لن تنجو الورود. جبت 5 ورود معايا، سيلفي والنيل خلفي. خلاص حريت، خليني بس نظارتي واقول لكم استنى بصور صورة المقطع بس بطول. طيب لا حد ينقد على حركاتي. يخليش احس البلاشر يبان في الكاميرا مره كثير، في الواقع احسه مره طبيعي وعادي. الحين خلاص اللوك اي صح. تخيلوا امس قبل ما انام انا فاتح البلكونه، حلو والله قاعد احاول انام الا اسمع في البحر ايش عمي يا صياد. ازبد انه خلاص بستنى الله يقلع الكاميرا. ازبد انه خلاص بستنى اهلي يخلصوا وباصور تيك توك عبال، بوريكم خاتم الجديد اللي اشتريته من ممشى اهل مصر. شوفوا اهل مصر قولوا لي انضحك علي ولا لا. هذا الخاتم اشتريته ب 100 جنيه. انا احس سعره صراحه عادي حلو، يعني رغم انه جلسنا نكاسر بس هو يعني ما رضى يكاسر. يعني صراحه ما لومه، يعني اكيد انه ما حيرضى يكاسر ب 100 جنيه. يعني ايش رايكم؟ والله احس مره حلو، مره عجبني انا هذا نفس نوع الخاتم الشكل من زمان، مره كان نفسي اشتري فلقيته قلت خلاص خليني اشتري. اوكي خلاص الاوتفيت فيديو رهيب. يا ابن انت اكتشافي ايام ما كنت حافي. افوق ولا تحت؟ بما انه الاغلب كان يسال على الفندق حقنا اسمه جراند نايل تاور، صراحه الفندق مره رهيب ومريح والامان فيه مره عالي، اصلا كل اللي في الفندق عرب وفي له كل الاحتياجات من بقايل، محلات ملابس، سينما، مسابح، كل حاجه. فانا ارشح لك مو كافضل خيار. طبعا جينا دحين هنا بنفطر، فاحس خلاص مو لازم اصور لكم وانا افطر لانه صورت لكم في الفلوق اللي فات، فحس انه ما له داعي يعني. فبس شوف فندقنا صراحه مره رهيب، اكثر شيء عجبني فيه ديزاين والستايل حقه. فطور على النيل، ايش احلى من كذا؟ في احلى من كذا؟ لا. رايحين نتفرج على النيل، يلا. والله شوف منظر النباتات مرة حلو. والله ما اكذب عليك، في اللحظة هذه نفسي انضجوك. لأن مصر حبيبتي بكفو. أعشق شيء اسمه نباتات. صورت صورة شوفوا كيف رهيبة. أحس ذكرت ذاك الصوت حق سامرز ونايفيل الله. يا ربي نفسي أنزل المسبح. ومتخيلوا رحت أشتري الشوكولاتة في الأخير طلع كم معايا؟ بس 20 جنيه، وهي ب60 جنيه. أنا أحسب معايا 200، رحت بكل ثقة أقول له أعطيني شوكولاتة. بسرعة أروح أجيب من بابا فلوس. ما عجبتني حياة الاندبنتب وومن اندبنتب. أعطيني فلوس. يوم دخلت المحل تقول لي السكر ده العسل ده، ماما تغنية ما شاء الله. أعطيني ماما. ما تضربيني. تعطيني 10 سلفي يا أمي. بنات شوفوا هذه الشوكولاتة الرهيبة، أي أحد يجي مصر لا يتعداها، مرة تجنن، أدمنتها كل يوم لازم أرجع أشتري. فدوبي جيت اشتريت لاني صراحه مره اشتهيتها. هي دارك شوكليت يعني شوكولاته سوداء بس رهيبه، يعني ما فيها المراره اللي تسرع. معليش بس الاسلوب الرهيب، بنات رب الكعبه البنات المصريين رهيبين. تخيلوا يوم دخلت البقاله، اول ما دخلت البنتين في المحل ايش قالوا لي اللي يشتغلوا؟ قالت لي السكر ده العسل ده، انا خلاص بموت. الله يسعدهم والله انهم بسطوني، مدحوا لي الاوتفيت حقي. انا اللي يمدح الاوتفيت حقي له معزه خاصه فيها اللي يبغى يشتريها، رهيبه والله.
لازم ما تاكلوها. لا كذا تسوي. دعب والله 10 من 10. اسمع بغني لك بغني لك اغنية. دنا اللي ما هذا الغني فينا. يلا بيكم زموني باني براحته. لا لا تصير تلخبط. انا ابغى اخذها. طب عادي اسرق بس. ها هل ترضى انك تاكلي حرام؟ عادي. فلوس ابوي الحمد لله مو فلوس حرام. اصلا راح اخذها. تكفى الله يخليك. طب كم تعطيني بابا؟ عادي. شوفي 20 جديد. 20 بابا 20 جديد. ايش تسوي بابا؟ يلا عادي 20. بابا ايش تسوي؟ وهذه 20 عيشي. يلا اعطيني بالله الله يسعدك. سياسة المكان. سياسة المكان. يلا شوف اوريكم التقسيمة. اول شيء احنا عندنا دحين 800 صح؟ 200 حتروح اسوي فيها اظافري، 200 حدلع اذا رحنا كذا خرجنا مكان برا بشتري فيه اشياء. بابا صوته كأنه يصلي بس هو قاعد يعد الفلوس. طبعا كرشوني قالوا ما في حجز خلاص انا بروح ابكي في الغرفه واجيكم لما ادور صالون اظافر. دحين المشكله بس ابغى اشيل الجل ما ابغى اسوي شيء. ماما طردوني. يقولوا ما في حجز. ايش اسوي؟ طردوني يقولوا ما في حجز. ما يعني في ناس قدامي قبلي مجد. انا راحت لهم دحين اقول لهم سكوت سكوت سكوت. هذا المجد اللي قالوا لك خيره من ربي. تخيلوا شفتوا مو قلت لكم من الصالون كرشوني قالوا لي انه ما حنسوي لك شو اسمه ما راح اشيل الجل. تخيلوا والله دي بس كذا قاعده اسوي انشال الجل. شوفوا كيف هو ترى كذا دحين ظفر الطبيعي. قولوا شوفوا كيف كذا كذا. لا يضحك عليكم الصالون. شوفوا كيف الجل شلته بصباعي. يصير يعني اذا تشوفوا دحين وفرت فلوس الجل. يعني تخيلوا كنت حسوي الجل لحاله ب 400 جنيه. طيب والبديكير مانيكير ب 200 جنيه خلاص. ليش تسوي كذا؟ يبا شوفوا اخر مره اوريكم اضافه. شوفوا كيف رهيبه. تدري ان هذا تصوير جوال مو تصوير كاميرا. اقول لكم كيف الطريقه. شوفوا خلاص ما راح اقول لكم عشان لا احد يعرف. بعدين البرنامج اخلوه بفلوس. هذا البرنامج ببلاش. ده؟ اه بالظبط. في ناس منتشره جدا فبيقدروا يوصلوا لبعض. يا اخي حبز امك. طبعا جايز لابد انكم تتساءلوا ليش في حليب هنا وايش الكيس هذا. ايوه جبت ماتشا معاي اللي طبيعي. يعني قبل ما اجي مصر بيوم وصلتني طلبيه الماتشا حقت كلاود اللي بالمانجا. وانا ما جبت معاي ميزان ولا حاجه يعني حيكون اجتهاد شخصي. شوف كيف عبى حليب. فبشرب عشان ما يطلع حليب بالماتشا. احنا نبغى ماتشا بالحليب. مش قادره بالمره. مش قادره حسبت تملت حليب. الماتشا انا راح احط كميه من كيسي صراحه كميه من كيسي فول مانجا. صح جينا مصر وما جربت المانجا هذيك الفص. لازم اجربها. انا في البيت اوسخ بالماتشا حتى في الفندق اوسخ بالماتشا. خلاص ما يصير كذا. خلصت شوف كيف طبعا جايز. انا كذا خلصت وحطيت الماتشا هنا مره حلوه. طب لازم نركب توك توك اليوم. لا هذه بس فيها جلاليب.
وصلنا دحين شارع فيصل اللي بنسكن فيه في الشقة، وريكم هو لما ندخل. نسيت أقول لكم إن إحنا وصلنا خلاص، وحطينا العفش، حطينا كله خلاص هنا، ولبسنا. أنا كذا جاهزة، بس هذا التوت باج أوريكم هي شوية. خلاص طالعين مرة ثانية، وأنا الإضاءة كذا عشان أصلا الغرفة ظلام. هذه إضاءة الكاميرا، الله يسعدها يا رب. اوكي جايز، انا خلاص قاعدين نستنى اوبر. طلع نفس الاوتفيت اللي وريتكم هو في الصباح. تعال نجي عند الشجره، البوري علامه الجوده. شوفوا التوت باك حقتي من منحوت، ريت مره حلو. نسيت اشيل هذا، يضحك. خلاص يلا بستنى السوق واجي. اوكي جايز، احنا وصلنا المكان، صراحه مره رهيب وحلو، في له كل حاجه من اسواق من فعاليات. حندخل مكان مره حلو حوريكم هو الحين، مره فعاليه حلو، بحط لكم اسمه، اي احد يجي تعالوا جربوه. انا جايه هنا توصيه من خالتي، خاله فنان، ام رفيف ودلارة، كنت تعرفوهم. أبلش طلع منه خمسة. القسم ها صح، ما عندي فكرة، بس هنشوف. فيكم شيء غريب، شوفوا هذا حم مربع صح؟ بسم الله يا ما صار مذلة فجأة. طب كيف كذا؟ طلع السر، عارفين إيش؟ إنه في مراية في النص. المفروض ما أقول لكم السر صح؟ خسروا نفسكم مجانين إذا جيتوا. بنوريكم كيف نصغر ونكبر في نفس الوقت. في حد بيلف من ورا الحيطة بيطلع دماغه من هنا؟ اي عرفت عرفت. وحد بيوقف هنا بيعمل اسمع ورا كلام ورا كذا. انه طاولة طاولة صح صح صح. لا انه واحد ما يقلب نفسه. صورة فيديو أحسن، فيديو فيديو حتى في الموبايل تبقى أحسن عشان كده إنها بتطير. يا لطيف الفراشة. خلاص يا ابني أنا راح أبين أنا ماشي. لا لا وريهم إيش الفكرة، قول لهم كذا كذا كذا. كرم نط لو سمحت، بسرعة نط هنا، بسرعة نط. واو ماي جاد، يوم تخيل انا اللي يطيح كذا. انت الشنطة شو كيف؟ او ماي جاد. زومت كذا هوب، كل الناس الناس طالعوا. اسوق اسوق اسوق. يلا روح روح ازوم مخي. يلا يلا روح.
حبيبي روح يلا. اه انا ايوه روح يلا يلا حط يدك. او ماي جاد طلع ربي يا انه فيني دوخه غير طبيعيه. خلاص انصرعت صرعه. سوريكم المكان مره حلو. طبعا انا دحين في ووك اوف كايرو في الشيخ زايد. صراحه المكان مره رهيب ومرتب وكل حاجه. يعني صراحه مره استمتعت بالمكان. المكان اصلا هنا فيه مطاعم وكافيهات غير المكان اللي انا رحت اول. كان ودي اجرب هذا بس خلاص مره ماني قادره مره قرفانه. دايخه دايخه دوخه غير طبيعيه. لقيت مكان للماتشا رهيب. ايش اسمه؟ نباتيس. الله ما ادري ايش اسمه. الزبده المكان مره يحمس والماتشا عندهم ب95 جنيه فسعر مره كويس. فايل اوكي. شوف الماتشا دحين جهزت اللون يحمس بس خلينا نجرب يلا. شوف فكره المكان صراحه عجبتني انه كلها هيلثي. اصلا لاحظتها لما دخلت المحل. دايجستيف بيسكت مركز بالسينامون شوجر فري وجلوتين فري. وعندي برضو هنا السلط شوجر فري. السلط قصدي الجرينز بتاعتها من غير اي كيماويات من غير يعني مزروعه في صوبه مش مزروعه في تربه. ايوه. هذا بنكهه ايش؟ ده ليمون وبيوس برلينا وفلتر ووتر. شوفوا هذا احسه مره يشفي. بوريك نكهاته جفاف صح؟ اه بس شوفوا هذا حبحب مجفف بس ده دراي ووتر ميلون ده فريش بطبيعته وسكر. هذا يحمس. هذا بكم؟ اوه دراي اورنج كمان صراحه حمستني الاشياء المجففه هذه. يحمس كمان فريش وطبيعي 120 جنيه الاورنج. حضرتك حبه الاورنج عامل 35 لا خلاص ابغى البطيخ. لا خلاص بس وخلاص كذا انا طلباتي كامله واشتريت اللي بالحبحب اللي صراحه مره يحمس. يب خلاص. هذا ايش ما نعرف. يا اخي نفسيه. بنام اصحى اليوم ما بابا بابا اليوم ما خلتني انام. صحيت ماما صحيت يوم انه ماما هذا اديني ال200 حق الكرم. انا صحيت على طول. اشتريت على طول؟ خلاص ماشي. أكيم نمام. طبعا كذا خلصنا فلوق اليوم. ترقب الفلوقات الجاية حتكون رهيبة. قلت أنا أسويكم فلوق اليوم كذا مقتطفات ليومي. وأتمنى تكونوا استمتعتوا معايا ومرة أحبكم. مع السلامة.